طيب عايز اخدكم ل طبعا امبارح كرواتيا خرجت، وكرواتيا الحقيقه تستحق الاحترام كتجربه وكمشاركه. الكره الكرواتيه من 98، انا ما اعرفش يمكن في التاريخ قبل كده كان في كرواتيا على الخريطه ولا لا، بس من 98 الحقيقه يعني ظهر جيل كرواتي قدر انه ينجح في الـ في الـ في اختبار كاس العالم، وخصوصا في التسعينات دي انت بتتكلم على كوره تانية خالص غير الكوره اللي احنا بنشوفها دلوقتي. روبرت يارني واحد من اساطير الكره الكرواتيه، واحد من نجوم ريال مدريد، والحقيقه يمكن واحد من الانفرادات اللي احنا بن بن بنشوفها مع حضراتكم في السادسه. بشكر طبعا زميل العزيز احمد شهاب اللي حاول معاه واقنعه، لانه الراجل ده ما بيظهرش في وسائل الاعلام خالص، اقنعه انه يظهر معانا يتكلم على كرواتيا وعلى الجيل الحالي بقياده لوكا مودريتش، وعلى طبعا قبل خروجهم من بطوله كاس العالم اجرينا معاه اللقاء ده، واتكلم على صلاح، واتكلم على هالاند، واتكلم على العلاقه بين لوفرين وصلاح، وعلى الجيل ده اللي يمكن ما يظهرش تاني في نسخه من نسخ كاس العالم، كل ما يتعلق بالبطوله وفرص المغرب في الوصول للمباراه النهائيه، كل ده مع روبرت يارني نجم طبعا ريال مدريد ونجم كرواتيا في التسعينيات والحائز على برونزيه كاس العالم. بشكر كمان الزميل حسين عبد الحميد اللي قام بترجمه اللقاء والحوار. تعالوا نتابع نشوف روبرت يارني قال ايه للسادسه. لا أعلم إن كان هذا هو الخيار الأفضل، ولكن عندما نتحدث عن كأس العالم فجميع المنتخبات المشاركة تريد الفوز بهذا اللقب، ونعلم جيدا أن الفوز بالمونديال هو أمر كبير جدا. حسنا، دور المجموعات دائما ما يكون الأصعب، لا سيما المباراة الأولى. شاهدنا أن المباراة الأولى لم تكن جيدة أمام المغرب، ولكن مع توالي المباريات في البطولة فالمستوى يتحسن ويتصاعد تدريجيا، واللاعبون كانوا أكثر هدوءا لأن المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة. عشنا لحظات صعبة للغاية في ثمن النهائي، ثم في مباراة دور الثمانية لعبنا أمام المنتخب البرازيلي القوي الذي يمتلك أفضل اللاعبين في جميع المراكز، لكن يجب أن أقول إن مدربنا زلاتكو داليتش أدار المباراة بشكل جيد للغاية من خلال غلق المساحات على جانبي الملعب بأكثر من لاعب، وبشكل خاص أمام فينسيوس وكذلك نيمار، ولكن مع أول ثغرة في الجانب الدفاعي ومن خلال تمريرة ثنائية استطاع نيمار المرور والتسجيل أعتقد في الدقيقة 105. مودريتش، ماذا يمكنني أن أقول على مودريتش؟ بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم، لأنه مع هذا العمر 36 عاما لا يزال يلعب في أعلى المستويات، وهو لاعب لا يلعب بعضلاته ولكنه يمتلك جهاز كمبيوتر في رأسه، يلعب الكرة السهلة بلمسة أو لمستين، وعندما يستقبل الكرة عليك أن تكون في غاية الحذر لأنه بلمسة واحدة يصنع الفارق. بعد نهاية كأس العالم سيعود اللاعبون إلى أنديتهم المختلفة وسنرى ما سيحدث، لكن الشيء الوحيد الخطير من وجهة نظري هو عدم اعتياد اللاعبين على لعب كأس العالم في هذا التوقيت من العام، ولهذا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر عليهم كثيرا بعد هذا المستوى الهائل من المنافسة والتوتر. قلقي الأكبر هو الجانب البدني الذي قد يتأثر كثيرا بعد البطولة، ولكن علينا الانتظار والمشاهدة. أعتقد أن منتخبي المغرب وقطر والمنتخبات العربية الأخرى تطورت كثيرا بالمقارنة بفترات سابقة، أعتقد أنها ترتقي تدريجيا بمستواها حتى وصلت لمنافسة المنتخبات الكبرى بشكل واضح. شخصيا لم أكن أتوقع هذا الأداء، ولكن المغرب تحديدا كان مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، لأنني شخصيا لم أكن أتوقع هذا الأداء، لكنه منتخب يلعب بروح كبيرة ولاعبوه يؤدون بمستوى كبير داخل الملعب. بالنسبة لي أعتقد أن عدم تأهل ألمانيا وبلجيكا لثمن النهائي كان مفاجئا للغاية، لأن الجميع كان يرشح ثلاثة أو أربعة منتخبات للمنافسة على اللقب، ولكنهم ودعوا البطولة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على منتخب البرازيل. هذان اللاعبان تحديدا محمد صلاح وإيرلينغ هالاند من المؤسف أنهما ليسا في المونديال، لأنهما لاعبان استثنائيان، وبالطبع صلاح بإمكاناته الهائلة في قدميه ورأسه هو قادر على صناعة الكثير من الأشياء، وبشكل خاص بالنسبة لنا نحن المهووسون بكرة القدم. نعم، سمعت كثيرا عن العلاقة بين هذا الثنائي وأعتقد أنها صداقة حقيقية تجمعهما، وبالتالي ليس مفاجئا لي أن يتمنى صلاح فوز كرواتيا بكأس العالم.